لاحظنا أن لديك حساب آخر في أدسنس. مشكلة بتواجه منشئ المحتوى عند إنشاء جوجل أدسنس ويكون لأول مرة، يعني يتفاجئ بعد لما يتعب في القناة بتاعته ويدخل يلاقي المشكلة دي. مشكلة صعبة صعبة ورخمة. ليه؟ لأن المشكلة دي ممكن يكون سببها حاجتين أنت مش ليك أي علاقة بيهم. أول حاجة ممكن يكون شخص من الأشخاص اللي على اليوتيوب استغل علاقته بيك وياخد اسمك وعنوانك ورقم تليفونك وكمان انشا حساب جوجل ادسنس ببياناتك، فساعتها هتلاقي نفسك حتى الايميل اللي موجود مش ايميلك الشخصي، ايميل شخص تاني، او انك تنشئ في بدايه القناه ايميل شخصي زي ما كل الناس بيقول انشئ ايميلين، تنشئ الايميل الاول والايميل التاني طبعا ما تفتحوش، فتقابل المشكله انك نسيت الايميل الاولاني ماشي، فبرضه تواجه مشكله زي دي، او انك تفتح ايميل ادسنس من اصحابك من قرايبك على نفس الاي بي بتاع جهازك فتقابل مشكله تانية، وهي ان الايميل ده عليه اي بي زي ده بيفتح هنا، معنى كده ان عندك ايميل ادسنس على الاي بي ده، تعمل ايميل تاني ليه او تعمل حاجه تانية ليه كده، ادسنس اتعرف على الاي بي بتاعك فمش ينفع تعمل من نفس الاي بي ده ايميل. كان الاول ليها حل زمان عن طريق انك تدخل تتكلم مع جوجل ادسنس وتثبتهم بالبطاقه والحاجات دي ماشي، لكن دلوقتي بقى خلاص بقى جوجل ادسنس صارم في المعامله مع الناس. فعلشان كده انا لما اجي اطلب من اي حد ينشئ ايميل جوجل ادسنس بطلب منه ان هو يكون شغال لاول مره على المتصفح اللي هيبدا منه، والمتصفحات اللي موجوده ادسنس كاتباها قدامك دلوقتي هوريها لك. بص تعال ندخل اول حاجه اداه حل المشاكل. بيقول لك عند البدء في استخدامك لجوجل ادسنس اتبع الخطوات الاتيه. الخروج من اي حسابات على جوجل، يعني انت ممكن تفتح ايميل جوجل واحد صاحبك ويكون عليه ادسنس انت مش تعرف، فتيجي تعمل انشاء جوجل ادسنس فتلاقي عندك حسابين لانك دخلت اوريدي بالحساب الاولاني. رقم 2 بيقول لك امسح كل الذاكره اللي هي السجلات دي، السجلات دي السجل امسحه، لو جينا على جوجل كروم برضو اهو السجلات ده كمان امسحه، السجل ده امسحه. انا هكلمك على جوجل كروم ليه؟ ليه؟ لان جوجل كروم من المتصفحات اللي جوجل ادسنس بيعترف بيها. هقول لك ازاي انا عرفت ازاي. تفعيل الارتباط او ملفات الارتباط اضغط عليها، بص هيجيب لك 3 من تفعيل الارتباط، جوجل كروم اهو ماشي، فايرفوكس ماشي، مايكروسوفت انترنت اكسبلورر، وابل سفاري ماشي. دي حاجات هو بيقول لك عشان تعملها وانت بتشتغل على جوجل ادسنس لازم تعملها. ازاي؟ اللي هو تدخل هنا وتيجي عند الاعدادات اوكي، ومن الاعدادات تدخل على ملفات الارتباط دي ماشي، وتعمل السماح دي. السماح بتعريف الارتباط دي مهمه جدا عشان خاطر يسمح هذا الاجراء للمواقع الالكترونيه باستخدام ملفات تعريف المرتبطه لتحسين تجربه المتصفح، مثل ابقائك مسجل الدخول وتسجيل عناصر في سلة التسوق، ويسمح هذا الاجراء باستخدام ملف الارتباط للاطلاع على نشاطك المتصفح على المواقع الالكترونيه المختلفه، وذلك لتقديم اعلانات مخصصه لك. يعني بيساعد ان هو يكون عارفك اكتر، ذكاء صناعي. ده جوجل ادسنس. انا عن نفسي كنت عاملها حظر لان مش عايز اي حاجه، انا عن نفسي كنت عاملها حظر، كنت شغال بجوجل ادسنس عادي، مش يعني مش حاجه اساسيه انك تعملها، بس جوجل ادسنس بيقول لك اهو، هو بيتكلم اهو بيقول لك ايه، عشان تشتغل لازم تعمل الثلاث خطوات دول، لان اي خطوه غير معموله بدول بتلاقي نفسك واجهتك مشكله. طيب لو انت عندك مشاكل، المشاكل دي ممكن تقدم لجوجل ادسنس وبرضه هتلاقي نفسك واقع في مشكله ان هتستنى الخطوات. طب ايه الحل؟ يعني ايه الحل اللي ممكن نحل بيه الموضوع ده؟ اول حاجه احنا كنا عاملين، ثواني، كنا عاملين حساب ادسنس اهو ماشي، بنشوف هيتوافق عليه ولا لا، وطبعا ما توافقش عليه لان هو اصلا حسابين مكررين ماشي. فبنعمل ايه؟ بنيجي هنا عند حسابي ده وبنزيل اصلا، نزيل اصلا كل حاجه على جوجل ادسنس. بنيجي عند الدفعات اللي هو ازاله ايه جوجل ادسنس، نمسحه عن الوجود، وهنبدا نعيد اعاده بياناته بس بالشكل اللي انا هقول لك عليه ماشي. بعد كده بندخل على اداره طرق الدفع اوكي، بعد كده على الاعدادات، بعد كده بنزل تحت خالص اغلاق الملف الشخصي للدفع. خد بالك هنا هيجيب لك بص العنوان المباشر اللي هو خلاص يعني نحذفه خلاص.
في بعض الاحيان هوريك يعني بعد ما نعمل لا يوجد ذكر سبب واستمرار واغلاق الملف الشخصي. خلاص احنا اغلقنا دي خلاص ماشي، وقفلنا جوجل ادسنس، وهتلاقي هنا مش رساله جايه لك بتقول لك ان ايه، لقد اغلقت حسابك على جوجل ادسنس. ماشي ثواني اعمل ريفريش. ماشي اغلق ملف حساباتك على جوجل ادسنس. انت دخلت على جوجل ادسنس هتبدا تعمله من الاول. لو جينا بصينا هنا وكتبنا جوجل ادسنس ماشي، وجينا بصينا هنلاقي جوجل ادسنس لو دخلت سجل دخول بيقول لك املا بياناتك من الاول، بس ستوب ما تملاش لان احنا هنعمل حاجه تانية خالص. احنا حذفناك خلاص، في ايه؟ لقد اغلق. نفتح جوجل ادسنس تاني. ايوه كده بدأ يدينا ايه، يدينا ان هو خرج. انا كنت مستغرب لان خلاص هو خلاص انت اغلقته والرساله، بس ممكن يكون خد وقت عبيت ما يظهر فيه، وانا ما بحبش اعمل مونتاج. يعني انا بحوريك الفيديو زي ما هو كده. كده انت خلاص عملت خروج من ايه، من جوجل ادسنس. طيب انا هقول لك حاجه قبل ما تعمل ده كله. افرض لا قدر الله، او انت مثلا عندك حساب زي ده اهو، دخلت على حسابي وجيت عند حسابي اهو، جينا نغلق زي ما احنا متفقين عملنا المره اللي فاتت اغلاق لإدارة طرق الدفع، ونيجي عند الاعدادات ولو سمحت انا مش عايز الملف الدفع بتاعي لو سمحت احذفه. بص بقى بص بقى، لديك اشتراكات او خدمات نشطه لاغلاق الملف الشخصي للدفع يجب اغلاقها اولا. وايه هي؟ انا عندي الفيزا بتاعتي بدفع بيها لجوجل ادس، لجوجل اعلانات بدفع بيها هنا، فدي عشان اعملها لازم احذف دي. وانا طبعا مش عايز احذفها ولا مش عايز احذفها، المهم يعني انا مش عايز احذفها. فلما تحذف دي تحذف دي وتحذف اي طرق دفع موجوده، وترجع الاعدادات ماشي، وتنزل تحت تعمل اغلاق، هيتم الاغلاق معاك لان هو بيقول لك دلوقتي المشكله عندك في طرق الدفع اهو. لديك اشتراكات او خدمات نشطه لاغلاق الملف، يعني اغلاق الحاجات دي نشطه عندك، دي طرق الدفع دي نشطه عندك، ده كده كده موجود جوجل ادسنس. لو بصيت الناحيه الثانيه هتلاقيه. بص ده يتم تحصيل رسوم منك 400 ايه، 400 جنيه اللي هم تحصيل من دول من الفيزا بتاعتي، فلازم تبقى موجوده، لو شلتها مش هيرضى نشال. لو جينا بصينا كده نشيلها، بص يتم تحصيل اي رسوم سابقه عن طريق دفع جديده، جينا ريفريش. بص ما اتحذفتش، انا هشيل حته بتاع في المونتاج ما اتحذفتش. ليه؟ لان ده في فلوس رسوم موجوده اهو، يعني ده في رسوم موجوده لازم تتحصل الاول قبل ما ايه، ما اعمل حذف. فانت لو عندك رسوم مش هينفع تحذف غير لما تسدد الرسوم اللي عليك، ويمكن جوجل ضايقني شويه ماشي. ده بالنسبه لي الموضوع. طب احنا خلاص كده حذفنا جوجل ادسنس، وتعلمنا ازاي نحذفه لو في اشتراكات، وتعلمنا ازاي نحذفه لو ما فيش اشتراكات. طب ازاي اقدر ابني او اقدر ارسم او اقدر اشتغل من اول وجديد على جوجل ادسنس بحيث انه ما يجيبليش نفس المشكله؟ اول حاجه بعملها ان انا بدخل هنا على الفايرفوكس بتاعي، واروح جاي هنا عامل ده، واروح جاي على الهيستوري بتاعتي خالص، مسحها نهائي، كلين اور هيستوري ايفري ثينج، يعني كل الاوقات شيل كل حاجه، كل شيء شيل كل حاجه موجوده. لو جيت كتبت هنا رساله، كتبت ايه كده حاجه ظهرت ليك، يبقى انت موجود. لو بص على السجل تاني، بص على السجل تاني مفيش حاجه موجوده اهو، كده انت فضيتها خالص. طيب انا كده خلصت؟ لا مش خلصت كمان، هتعمل هنا كده وتدخل على المتصفح الخفي وتكتب جوجل ادسنس، جوجل ادسنس ماشي. بعد كده هتدخل على جوجل ادسنس، هيدخلك ادخل تسجيل دخول ماشي، تسجيل دخول بعد كده بتملى بياناتك زي ما قلناها بالظبط، بس عندك حلين هنا، انك تنشئ الايميل بايميلك. بس انا
شايف ان الموضوع ده هيبقى فيه مجازفه، لان انت عندك نفس البيانات على ايميل تاني مش بتاعك. لو انت عندك الموضوع ده، لو متاكد 100% انك ما اديتش بياناتك لحد، اعمله باسمك. لكن لو مش متاكد، فانا بقول لك حاول تعمل بايميل اخوك او بايميل مامتك، ماشي؟ والرقم الهاتف ده اوعى تكتب رقم هاتفك، انساه، اوعى تكتبه. والرجاء اتصال بالرقم ده، اوعى تكتب الاثنين دول. خلي بياناتك مختلفه خالص عن البيانات الاولى، بس العنوان زي ما هو. العنوان زي ما هو. يعني خلي مثلا لو اسمك اسم اخوك، اسم باباك، اسم مامتك، اسم اختك، اي حاجه بالمادي دي. وخد بالك موضوع البين كود، البين كود ليه حل، ما تقلقش. يعني البين كود وصل ما وصلش ليه حل، استلمته ما استلمتش ليه حل. الحل انك تفعله بالبطاقه زي ما انا بفعله. انا موجود في السعوديه ومفعله في مصر. يعني انا موجود في السعوديه ومقيم في السعوديه بس مفعله في مصر، ما فيهوش اي مشكله عليك، ما تخافش. المهم انك لما تيجي تكتب البيانات دي تكتبها ما يكونش ليها حساب تاني، او انت اديت حسابك لحد. يعني مثلا مامتك مش هيبقى لها حساب اكيد على ادسنس، او مش حد معاه بياناتها في ادسنس، او مش حد يعرف اسمها بالكامل في ادسنس، فاهمني؟ فانت ممكن تعمل بالموضوع ده وتشغل الموضوع ده. وكمان الرمز البريدي نفس المنطقه عادي، المقاطعه نفس المنطقه عادي، كل حاجه نفس المنطقه عادي، اللي موجوده بالظبط على البطاقه زي ما شرحنا المره، اللي موجوده على البطاقه زي ما شرحنا المره اللي فاتت. هل ده حل؟ اه ده الحل الوحيد، ده الحل الوحيد. اوعى تدخل تنشئ حساب جوجل ادسنس من ايميل مفتوح قبل كده، اوعى تدخل تعمل جوجل ادسنس من ايميل مفتوح قبل كده. ده غلطه كبيره جدا لاصحاب المحتوى، عشان ما تضيعش شغلك وتضيع تعبك على حاجه فاضيه، فاهمني؟ في ناس كتيره بيجي يقول لك خد ايميل افتحه عندك. طب خد ايميل بتاع، الحركه دي انا ما بحبهاش. ليه؟ لان ممكن اضرك. انا ما بحبش افتح ايميلات حد عندي ولا حد يفتح ايميلاته عندك. يعني اللي مش اي حد افتح عنده ايميل ولا هو يفتح. يعني انا اصلا ايميلي محظور، مش مع حد في حياتي غير شخص واحد، فاهمني؟ فايميلي محظور. فبعد اذنك، يعني بعد اذنك، حاول وانت بتنشئ البيانات الجديده تعملها باسم اخوك، افضل ليه، تتمنى قلبك، عشان خاطر هو اصلا كده كده مش عاوز حاجه. انت هتضيف حسابك بعد كده ومش هيبقى في اي حاجه غير اثبات ملكيه، واكيد مش هتعرف تجيب البطاقه بتاعته، عاديه جدا والموضوع سهل ومش هيبقى في اي مشاكل فيها. طبعا بالتوفيق. على فكره انا محتاج اسئله كمان اكتر على موضوع جوجل ادسنس. انا شارح اسئله اهو، ولسه بجاوب على اسئله تانية وبكتبها، علشان اعمل حلقه كبيره جدا على جوجل ادسنس والاسئله اللي موجوده، وبدخل على قنوات واجيب منها سكرينات واشوف التعليقات والرد عليها وافهم اكتر وافهمكم معايا. طبعا بالتوفيق. اي حد عنده استفسار عن اي حاجه تحت امركم، دي الطريقه لحل موضوع حسابين، ودي الطريقه الصحيحه. وكمان عايز اقول لك حاجه، لو انت واجهت مشكلة في انك تغير الاي بي بتاعك، ممكن تنزل اي سايبر، ممكن تروح اي عند ابن خالتك اللي ما عندوش جوجل ادسنس ولا مهتم بالقناة، في اي مكان ما ينفتحش عليه جوجل ادسنس، وتبدأ تنشئ ايميلك بعيد عن اي خوف من اي حد. دي فكرة برضو مش كانت في الحسبان او ما جاتش في تفكيري انا اقولها. بالتوفيق. شكرا جدا ليكو، شرفتوني ومشرفيني دايما بكومنتاتكو وتعليقاتكو الايجابية. شكرا جدا جدا جدا، والله غصب عني تأخير في تنزيل محتوى الفترة دي. شكرا.